انتقد عدد كبير من المغاربة الذين يتابعون أحداث المسلسل المغربي سلامات أبو البنات، والذي تبثه قناة إم بي سي 5 السعودية، على اعتبار أنه تضمن أخطاء بالجملة، لا على مستوى الإخراج ولكن كذلك على مستوى السيناريو المليء بالتناقضات وإما بلقطات غير مقنعة. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض صور لقطات المسلسل، حيث اعتبروا بعضها منافيا للعقل والبعض الآخر فيه مبالغة كبيرة، وبالأخص مقتل الممثل ياسين أحجام خلال حلقة يوم أمس السبت. اتصور الممثل ممددا على الأرض في جهة، وبقعة دماء المفروض أنها سالت من رأسه جراء ضربة قوية في جهة أخرى، مما جرى على القائمين على المسلسل سخرية عارمة. والأكثر من ذلك، حاول المسلسل إيهام المشاهد أن الممثلة جيهان كيداري بدور توريا، والتي هي الأخرى، تعرضت لطعنة على مستوى البطن خلال مقاومتها عملية اغتصاب رئيسها في العمل أحجام، لم يغمى عليها بالرغم من نزيف كمية كبيرة من الدماء، بل وذهبت بعدها لبيتها لحضور خطبة شقيقتها ومعانقتها دون أن يلاحظ الجميع أحدا ما أصابها. ومن ثم دخولها للحمام لخياطة جرحها، وكأنها متعودة على ذلك أو كأنها تحولت في دقائق معدودة إلى ممرضة. ومن الأخطاء التي سقط فيها كذلك المسلسل أيضا أحداث لا علاقة لها بالزمان، حيث عمدت ابنة سلامات الصغرى نسرين في وقت متأخر من الليل إلى الذهاب إلى منزل خطيبها الذي لم تزره مطلقا، المنزل بالرباط، بعد أن صفعها والدها في المستشفى بالدار البيضاء، بالإضافة إلى خطأ ارتكبته الممثلة سعدية لديب حين نادت خطيبة نسرين بعمر اسمه الحقيقي بدل يوسف اسم شخصيته في المسلسل، في غفلة من المخرج وغفلة من الجميع. كما وقف المشاهدون على التناقض الحاد الذي سقطت فيه حلقة ذهاب نسرين إلى خطيبها بالرباط بعد منتصف الليل دون معرفة والديها، الأمر الذي أثار قلقهما وجعلهما يخرجان للبحث عنها، إلا أن الكاميرا أظهرت مظاهر من الحياة المسائية حيث الأسواق مكتظة والناس هنا وهناك تقضي حوائجها، وذلك لم يتقبله عقل أو منطق المشاهد، وأن العمل لم يحترم ذكاءه. جملة من الأخطاء البديهية التي كان يجب الانتباه إليها، لا سيما أن العمل الدرامي المغربي لا يزال يتخبط من أجل إثبات مكانته سواء أمام الدراما المصرية أو اللبنانية أو السورية، فما بالك بأخطاء جملة من الأخطاء البديهية التي كان يجب الانتباه إليها، لا سيما أن العمل الدرامي المغربي لا يزال يتخبط من أجل إثبات مكانته سواء أمام الدراما المصرية أو اللبنانية أو السورية، فمالك بأخطاء وهفوات قاتلة كان بالإمكان تجنبها وإعادتها لتكون عند حسن وذكاء المتلقي، ليس المغربي فقط وإنما العربي، على اعتبار أن المسلسل يبث على قناة عربية وموجه لشريحة كبيرة من المشاهدين العرب. نشكركم على حسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.